وفي افتتاح أعمال القمة الإسلامية أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على رفض أي إجراء يمس الوضع التاريخي والقانوني للقدس، مطالبا بتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب ومموليه. القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، وهي محور اهتمامنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على كافة حقوقه المشروعة والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ونجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف. أيها الأخوة الكرام، إن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجه أمتنا الإسلامية والعالم أجمع، ويجب أن تتضافر الجهود لمحاربتها وكشف داعميها وتجفيف مواردها المالية بكل السبل والوسائل المتاحة. للأسف الشديد يضرب الإرهاب في منطقتنا من جديد، فخلال هذا الشهر الكريم تعرضت سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدول الإمارات العربية المتحدة عمليات تخريب إرهابية، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، وهما يشكل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي. كما تعرضت محطتها ضخ النفط في المملكة العربية السعودية لعمليات إرهابية عبر طائرات بدون طيار من قبل ميليشيات إرهابية مدعومة من إيران. ونؤكد على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية لا تهدد المملكة ومنطقة الخليج فقط، إنما تستهدف أمن الملاحة وامدادات الطاقة للعالم.